المدبر، تشربنا السمو والسؤدد. ألا تنشدون كل صباح إخوتي هيا للعلا سعيا؟ ألم تغنوا في ليالي الأنس عمرك شفت الإسباع خايف كيف خلاع؟ هيا بنا هيا بنا أيها السب. والمعالي والسعادة السيدات والسادة، يرجى التكرم بالوقوف في حال القدرة لعزف النشيد الوطني للمغرب. هيا بنا أيها السبع الأطلسي الشرس إلى حلم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أراه وأنا أقف على جبال الأطلس براية الحمراء، أقف فأرى الشك في لشبونة وأرى اليقين في الرباط وفي كازا. أنزل البحر فأعبر المضيق ليخبرهم تلك جارتكم وجارتنا، فاسألوها عن اليوم واسألوها عن الأمس واسألوها كيف إننا لا ننثني لا ننكسر لا نهزم ولا نغرق أمام أساطير منتخب. الحاولة لمنتخب البرتغال داخل منطقة الجزاء، ياسين في التوقيت المناسب في التوقيت المناسب يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة تصل إلى ركلة ركنية، رصلت إلى ركلة ركنية الإقصائية. يأتي هنا بالنسبة للمغاربة مع منتخب البرتغال كرة بمحاولة راسية. أوه يا نصيري لمصلحة المنتخب المغربي. سفيان بوفو الأمامية داخل منطقة الجزاء، طالت نعم، ووصلت إلى الثالثة للمنتخب البرتغالي في هذا الدور. هذه ثالث مرة تصل فيها البرتغال إلى الدور ربع النهائي. كرة بمحاولة ملعوبة الآن رأسية، لكن أيضا تغطية وإبعاد في التوقيت المناسب، تحولت في الجانب المقابل مرتدة، وصلت لمصلحة المنتخب المغربي. أسرع شوي ملعوبة في الجهة اليمنى إلى حكيم، زياش مر، تقدم زياش، سدده بالقدم اليسرى من حكيم لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج رش. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رأسية من يوسف انصاري، كرة بمحاولة ملعوبة الأمامية الآن، لكن أيضا رأسية وإبعاد، لازالت مستمرة، تسديدة خطيرة جدا خطيرة جدا، الوضعية لا زالت مستمرة بهذا العدد، والمحاولة على مشاري في منطقة الجزاء، والكرة في الجهة اليسرى، عرضية ملعوبة، رأسية، لا 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 لا، أملاح بالقدم اليسرى عن طريق السليم، لكنها لم تلعب بالشكل السليم، لم تلعب، عرضية مثالية رائعة جدا، طريق روبن دياس يلعبها في الجهة اليسرى إلى رافائيل غيريرو، تسديدة قوية جاءت من جواو فيليكس، دائما الاخ وما يقدمه. كره بمحاوله مغربيه الان، وصلت الى الجهه اليسرى، عرضيه داخل منطقه الجزاء، مغرب العز بين الامم، مغرب العز بين الامم. انصيري ينصر دينك يا يوسف، اول الاهداف، احلى الاهداف، يا الله يا الله يا الله.
مستحيل، ليس مغاربيا. ماسك محاولة توج في الجانب المقابل، اصطدمت. لا 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 يا برونو، لا يا برونو، لا يا برونو، لا يا برونو، انهض يا برونو، العب كالرجال، واجهنا رجل للرجل. طار 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 وارتقى وسجل ووضع الكرة في شباك ديوغو وأعلن عن أول الأهداف. استراحة نعود من خلالها إلى الزملاء في المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعي قنوات الكأس أينما كنتم، مرحبا بكم، وعودة مجددة تجمعني وإياكم إلى بداية أحداث شوط المباراة الثاني من مواجهة الدور ربع النهائي، المواجهة الثالثة في الدور ربع النهائي ما بين المنتخب المغربي ومنتخب البرتغال. شوط أول انتهى لمصلحة المغرب بهدف مقابل لا شيء، كان عن طريق اللاعب يوسف نصيري. كرة بمحاولة عن طريق حكيم زياش، الآن خطأ للمنتخب المغربي بالقرب من منطقة الجزاء، ملعوبة داخل المنطقة الرأسية، جوله. يا الله يا الله، مرت الكرة والمحاولة الماضية خطيرة جدا خطيرة جدا، لكن حارس المرمى على بداية أحداث هذا الشوط الشوط الثاني. كرة عن طريق كريستيانو رونالدو اليامق على مستوى التغطية، عرضية تأتي لكن في أحضان ياسين بونو، كرة تصل سهلة إلى ياسين. هذه المحاولة مباراة اليوم نتمنى، كرة بمحاولة ملعوبة لكن أيضا ياسين بونو، ياسين بونو يتصدى للكرة، والمنتخب المغربي سفيان بوفال يتقدم وينطلق ويمر الآن ويمر الكرة على مشارف في منطقة الجزاء. معليش 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 من عز الدين، عز الدين ولاحي يقدم أداء مميزا جدا في هذا اللقاء، هو استمرارية لأدائه المميز في البطولة. ومن لكل لاعبين المنتخب المغربي، التبديل الأول للمغرب اضطراريا، كرة بمحاولة ملعوبة راسية خطيرة، مرت 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 عن طريق غونزالو راموس، محاولة ملعوبة، وهذه الكرة وهذه المحاولة يجب أن يكون بالتركيز الكامل، أشرف بعد دخوله إلى أرضية الملعب يجب أن يكون وإبعاد في التوقيت المناسب، وصلت إلى لا لا، حكم المباراة يشير بالاستمرارية، تعود المحاولة من جديد، تسديد، كرة برونو مرت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، هذه اللقطة وهذه المحاولة. لكن أعتقد بأن هنالك خطأ مع حكيم زياش، أعتقد بأن هنالك تدخل، وحكيم زياش يستحق الخطأ، هو ساقطا في أرضية الميدان الآن، سلامات إن شاء الله لحكيم. للتعديل، كرة داخل منطقة الجزاء، ياسين ياسين في التوقيت المناسب، بونو يتصدى للمحاولة المافية، تحاول تبحث والمنتخب المغربي من أجل الإبقاء على النتيجة واستمرارية هدف التقدم. كرة بمحاولة، حذر يا شباب، الحذر 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 الحذر، لاعب يترك وحيدا في منطقة الجزاء، لا 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 يا شباب، لا يا شباب، نعلم أن الوضعية فيها الكثير والكثير حقيقة. مرة ياسين بولو ملعوبة، ياسين في الجهة اليمنى، تغيير الاتجاه، اللعب، كرة تصل إلى أوناحي، محاولة خطيرة خطيرة خطيرة، أوه يا شديرة، أوه يا شديرة، ماذا لو ماذا لو تركتها يا شديرة، ماذا لو تركتها يا وليد شديرة. الكرة والمحاولة الماضية عادت للمغرب، أبعدت، نزلت مستمرة وقائمة، خطيرة، تسديدة، يوهو، بطل يا ياسين، أسد يا ياسين، اللقطة الماضية أنت الأسد وأنت ضرغامنا، الله 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 الله، محاولة من جواو لكن بونو، ياسين في التوقيت المناسب، ياسين بونو في المكان المناسب، أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تعود المحاولة، خلص ياسين مرة أخرى، ننتظر، أقول لا نستعجل لا نستعجل لا نستعجل، شديرة يحاول، لا يمكن بأن تحتسب، تعود المحاولة، رأسية وإبعاد، البحث عن المرتدة الآن، صفر يا حكم صفر، نعم
صافرة موجودة وخطأ لمصلحة المنتخب المغربي، وبطاقة صفراء على فيتينيا، بطاقة صفراء على فيتينيا هنا في اللحظات الأخيرة قبل نهاية أحداث الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني. انذار يأتي على فيتينيا. لك بأن تتركها يا وليد، تركها تركها يا وليد، تركها يا وليد. كرة تعود في الجانب المقابل. ياسين ياسين يا بطل يا بطل يا بطل يا بطل يا بطل يا ياسين، الله عليك. أمامي الآن طالت 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 طالت، الله 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 الله. إلى ركلة، كرة إلى خارج أرضية الميدان. أوهو، وليد شديرة يترك أرضية الملعب بالبطاقة الحمراء. هذا هو التدخل، وهنا يعني البطاقة الحمراء مباشرة، البطاقة الحمراء مباشرة. أي في بغداد لي نخل، وفي السودان الشرياني، أنا مصري موريتانيا وجيبوتي وعماني. خلصها خلصها خلصها. لا 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 لا. الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، راسية إلى خارج أرضية الملعب من بيبي، مرت إلى ركلة مرمى من بيبي، وصلت عند بونو من بيبي. فيها شوية وقت يا بيبي، هي برا يا بيبي. إلى خارج أرضية الملعب. صفر 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 صفر. صفر 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 للتاريخ، لكبرياء العرب، لكبرياء العرب، ولأحلام تحولت إلى أرض الواقع. الله يا مغرب، الله الله يا مغرب، الله الله يا مغرب. مغرب العروبة بين الأمم، مغرب التاريخ، مغرب الإنجاز، مغرب التاريخ.